بأبي قلبي أبي أقمارة من خسفت بين الصفاح وشموسا من رؤوس في بروج من رماح ونفوسا منعت أن ترد الماء المباح جرعت كأسي أوام وحمام قاتل حينها ظل حسين مفردا بين الجموع ينظر الآل فيذري من أماقيه الدموع فانتضى للدب عنهم مرهف الحد لموح عزمه يغريه بالقتل ثمال صفحتين فاتحا من مجلس التوديع للأحباب فاحتسوا من ذلك التوديع للأصاب موصي الأخت التي كانت لها الآداب داب زينب الطهر بأمر وبنهي نافذين وحسين أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي إنني في هذه الأرض ملاق مصرعي فاصبري فالصبر من خيم كرام المترعي كل حي سينحيه عن الأحياء حين وحسين في جليل الخطب يا أخت اصبري الصبر الجميل إن خير الصبر ما كان على الرزء الجليل واترك اللطم على الخد وإعلان العويل ثم لا أكره سقي العين ورد الوجنتين واجمعي شمل اليتامى بعد فقدي وانضمي أطعمي من جاع منهم ثم أروي منضمي واعلمي أني في حفظهم طل دمي ليتني بينهم كالأنف بين الحاجب أخت آتيني رضيعي أره قبل الفراق فأتت بالطفل لا يهدأ والدمع مراق يتلظى ظمأً والقلب منه في احتراق غائر العينين طاوي البطن ذاوي الشفت فمكى لما رآه يتلظى بأوام بدموع من أماق تخجل السبع السجام ونحى القوم وفي كفيه ذياك الغلام وهما من عطش قلباهما كالجمرة فدعا في القوم يا لله للخطب الفضيل نبئوني أأنا المذنب حشك أبا عبد الله نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضي لاحظوا فعليه شبه الهادي الشفيع
لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين. وحسين وحسيناً وحسيناً عجلوا نحوي بماء أسقيه هذا الغلام، فحشاه باضطراب وكلاه بأوام، فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام. وإذا بالطفل قد خر صريعا في اليدين. فالتقى مما هما من منحر الطفل دما، ورماه صاعدا يشكو إلى رب السماء قائلاً وينادي يا حكيم أنت خير الحكماء، أفجع القام بقتل الطفل قلب الوالد. ألم المناد وإماما كأني به يطوف بالكعبة، وإذا بصوت يعرفه لطالما هز مهد الحسين يناديه حبيبي يا حسين. قال أهذا جبرائيل؟ قال بلى حسين، اخرج من الكعبة، لا تكن أنت من تستباح حرمتها بدمك. قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. أخي عباس بني علي نور عيني قاسم أمرهم أن ينصبوا له منبر، نصبوا المنبر وأسندوه إلى ظهر الكعبة. ارتقى الحسين على المنبر، أشرف على الناس كالشمس الطالعة، ترك الناس الطواف وتوجهوا للحسين. هم متعودين أيام إقامة في مكة الحسين كل يوم يقدم إلى الناس دروسا في الدين في العقيدة، يذكرهم بما حرفه بنو أمية. هذا اليوم الحسين وضعه مختلف، لونه مخطوف، ايش عنده أبو علي؟ صاح بسم الله وبالله والصلاة على رسوله وعلى أهل بيته. أيها الناس، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. خير لي مصرع أنا لاقيه، وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. ألم مناد وإماما وكأني بأشلائي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله لحمته، وإنها مجموعة له في حظيرة القدوس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته، لبيك يا
لبيك، ويا الزوار اللي على قبره يلبونها لبيك لبيك. ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا فإني راحل إن شاء الله مصبحا. نزل الحسين من على المنبر، الناس يبكون ضجة، الحسين طالع من الكعبة، تعلق ابن الحنفية بأخيه الحسين أبا عبد الله، الحجيج جايين يحجون بحجك أبا عبد الله وانت طالع؟ قال محمد أنا عندي هذا العام حج في وادي غير هذا الوادي، عندي مناسك، عندي طواف، عندي تلبية، عندي ضحيات يا محمد. قال وين هالحج أبو علي؟ ما سمعنا بحج في واد إلا هذا الوادي. يقول أنا حجي ما هو بالحج، حجي يوم عاشور صدري الكعبة والنحر نحري المنحو وحجر النبي إسماعيل ذبح ابني المبروك حشري ونشري في طفوف الغاضري عباس علي قاسم عون جعفر عبد الله اصطفوا أمام الحسين. قال محمد أنا عندي ضحايا ما أحد ضحى مثلهم، عندي ضحايا بكربلة شبان كلهم، الأرض ترجف والسماء تبكي لجلهم، هاي التعاينهم ضحايا الغاضري فيها بهر، واليوم حجي سبعة أشواط فيها المر والمعركة والصفا الفسطاط، وانا الكعبة والحجر وانا المحتاط، وما مبيتي في منى بالغاضري وما ما في ظل حاج شيل الحرم للشام، وما الدعاء والتلبية ضجت الأيتام تبكي وتنعى والدمع بالخد سجام، ضيعتنا يا حسين برض الغاضري. يلا أبيات الدعاء وأسألك الدعاء. مأجور الليلة مشهد الإمام الحسين غصة بالزوار اللي توفقوا إلى الزيارة هذه الليلة يلبون هذه التلبيات عنده هناك عند الغريب. وانت يا حبيبي ما كتبوك للزيارة؟ ودك تزوره؟ ها؟ تقبض على الشباك وتضع صدرك على شباك الإمام الحسين وتنعم مع الناعين؟ يلا أبيات الدعاء لكن بلسانك أنت، أنت اللي مشتاق إلى الزيارة، اللي حاضر مأتم هذه الليلة، أنت حاضر المأتم وعندك أمنية تقول له أبو علي سجلني مع زوارك هذه الليلة. ينظر إلى إن الله ينظر إلى زوار أبي عبد الله الحسين في يوم عرفة قبل أن ينظر لحجاج بيته الحرام. يلا مولاي أسألك الدعاء، شو تقول إليه؟ يقول تدري عنا مشتاقين وبينا بكل قلب جمرة، نريد الكربلة نسافر نزور مدلل الزهرة، ذاك اللي انقطع راسه وبالخيل انطحن صدره، نريد نقبل الأعتاب وهناك نعفر الخد. والله
والله الكربلة من بعيد نريد نروح عناية، نعوف الأهل والأوطان ونمشي مع البشاية، وكل من تجري دمعاته وبجف شايل الراية، ونقعد بالمضايف ريت ونبكي بالحزن كل حين يمتى نوصل المنحار، ندخل والدمع هامل نطلع من ضريح حسين ونقصد حق أبوه، نقول له يا القمر تدري بقت زينب بلا كافل، صار الشمر حاديها ومنها والرمل متنى. يقول الشاعر الحسين بلسان حاله عنده وصية إلى الزوار شايفينهم الليلة من مشهد إلى أبي الفضل العباس، يخاطب اللي يزورونه وطالعين عند أبو فاضل، يقول لكن عاد يا الزاير لا تجرح قمر عدنان وتحكي عنده عن زينب ضربوها بني سفيان، تدري بالعزيز عليه زينب تدخل بديوان، والله صار الشمر حاديها ومنها والرمل متنى. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم، وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه. يا الله يا الله، إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا فرجا عاجلا يا الله، اشف كل مريض، فك قيد كل أسير يا الله، تقبل منا الأعمال، أصلح لنا الأحوال يا الله يا الله يا الله، اكتبنا مع زوار أبي عبد الله الحسين يا الله يا الله يا الله يا الله. الإخوة الحاضرون، الأخوات فردا فردا، المسببون لهذا الشرف العظيم، احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم ونحن وإياهم يا الله يا الله يا الله.